لا، هذه التصريحات تصريحات الأخوة قادة فصائل، مو تصريحات الحشد. وتصريح آخر لحق به تصريح الأخ حسن سالم نائب في البرلمان العراقي. هذه التصريحات تأتي لقياس التجربة. يمك الأخ يحيى رسول وسئل أن التجارب العسكرية الناجحة تنقل وتستنسخ في كل العالم، وقادتنا العسكريين لما انتهت عمليات الانتصار ذهبوا إلى مدارس عالمية كثيرة استدعتهم لإلقاء محاضرات حول عمليات التحرير ومواجهة داعش في تجربة الجرف في الرمادي في الموصل. تجارب ناجحة تستنسخ من أجل إدارة العمل. ولا أحد يشك أنه طبيعة الجغرافيا مرات تتشابه، هي تحتاج الطارمية وحسب الخبراء الأمنيين إلى شق طرق مناسبة لتحرك العجلات، إلى كشف المسطحات المائية وقطع الارتباط ما بينها وما بين مناطق غير مأهولة بالسكان، نشر استخبارات مسيرات غيرها. يعني هذا الجهد اللي يتحدثون عنه. والتجارب الناجحة مثل ما قلت لك وممكن تسأل ضيفك تستنسخ عسكريا وأمنيا لأنها تجربة مناسبة للعمل عليها، تنجح هنا تطبق هنا. تجربة الجرف باعتبار قادة الفصائل تحدثوا أنه لازم نحول طرمية تجربة ناجحة. لا مو لازم. لا استاذ ليه سيد ليه سيد ليه هسه مو لازم طالبك استاذ عباس طالبك بالتهدئة وطالبك بالخطاب الواعي. الخطاب الواعي يقول، والخطاب اللي طرحه عشان سالجيك من الاخير انا اريح قلبك زين، اللي تحدث به الشيخ اكرم الكعبي وتحدث به الحاج ابو علي العسكري وتحدث به السيد حسن سالم وتحدث به كل يعني اللي ينظرون لهذه القضيه من ناحيه التقويض الارهاب وبسط الامن، انه في تجربه الجرف تجربه ناجحه، طبيعه البساتين والتعامل معها، طريقه العمل الكلاسيكي دبابه مدفعيه هاون ما ادري شنو انتشار جنود ثم يقعون في كمائن، هذا ما جابت نتيجه وجاي يرحون ثمنها الضحايا الاخوه. جيد، هو دا يقول لك انه ان تجربه ناجحه، التضاريس هي ممكن انه نستنسخ هذه التجربه في الطارميه. ابن الحلال جرف الصخر به بحدود 52 الف عالم مشرد نام، تمام زين، ونسبة هاي مو والله ما افتهم لي شيء. من ساعة وياي احد ضيوف قال 150 انا بدك انت تسمعني بلا زعم عليك زين. المحافظ حكاها لا اسمح لي انا وجهت سؤال للسيد دقيقة لن ترأي للناس اني انا ما اعرف اسد حواري مع من هاي مداخلة انت هسه ذكرت لي انه تستنسخ هذه التجارب سال عباس تستنسخ. أنا جاي أكمل، خلي أكمل فكرتي ويتداخل السيد عبطان، خلي أكمل فكرتي ويتداخل السيد عبطان بما يعجبه من الكلام ما عندي مشكلة. أنا جاي أقول وهذا كلامي مبني على سؤال ممكن تطرحه إلى ضيفك اللي احتكمنا إلى طرفين اللي هو الجهد العسكري، وممكن تسأل إنه أي تجربة عسكرية تنسخ، لكن تستنسخ بحيثياتها بطبيعتها، هذه يرسمها الخطة الأمنية، لا أني ولا أنت القادة الموجودين على الميدان. المعلومات الاستخبارية والجمع العلني والجمع السري وجمع المعلومات والتعامل معها وتحليلها ودراستها ودراسة ظروفها، هذا اللي يتحدث. أنا جاي أتكلم عن حرب عصابات مع عصابات إرهابية تستنزف الدماء. أهالي الطارمية اليوم تحت سيطرة الإرهاب ويتم ابتزازهم أمنيا وسياسيا، لا يستطيعون يتعاملون مع الأجهزة الأمنية، يعتبرون متعاونين ويقتلون. هنالك نضج لهذه الجماعات وبدأت تكبر وتنمو ويصدر إرهابها إلى الآخر. وتفضل شيخنا الكريم.